بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بندر وبندرته، كيف حالكم؟ Salty skin and how it mixes in with mine. The way it feels to be completely intertwined. It's not that I didn't care. اليوم شو افتح باكجات؟ كان ابغى اشحن 2200 بوينت، بس انه عندي 19.9. هو سعر السعر ال 2200 بوينت 19.99، وانا عندي 19.79، فانقهرت شويه. بس يلا، اول حاجه شافتح هذا السبيشال باكج وبعدين الجولد. بسم الله. طيب نبدا بهذا 75. طبعا ما اعرف العب كثير في فيفا. بسم الله يلا. هاي ايوه. طيب يا رب نحصل لاعبين زي الناس. مين هذا؟ مويا. نرسلهم كلهم الى النادي وبعدين نشوف مين الافضل وكذا. طيب شافتح هذا 50. هذا مرة واحدة تفتحه مرة واحدة، لكن ما ادري هل له وقت او ما ادري صراحة. طيب بسم الله. يا رب على ال... اوكي يلا بنفتح جولد. بسم الله. 150 يلا يا رب نحصل لاعبين. تمام. من هذا كله؟ طيب يلا بسم الله. نجريدو من هذا؟ يلا يا رب لاعب حلو. ايش يا اخي، ايش اللاعبين هذول؟ يلا بسم الله يا رب لاعب حلو. هم شباب قد ارادوا ثم نالوا ما ارادوا، رتلوا انا فتحنا وببشرى الفتح عادوا. اليكس تدنو نجوم وبهم تعلوا بلادوا، انه عهد جديد عهد السلام. يا رب فغدا تشرق شمس والامان تتجلى. يلا يا ميسي يلا يلا يا رب يا رب لاعب حلو. يا رب يا رب يا رب يا رب انه عهد جديد اسمه يا رب عهد السلام عهد السلام. يلا نبغى بس من اسمه يعني رونالدينهو، لكن ما ادري قوي ولا لا. طيب هذا مين؟ اها يعطيني 2000. اوكي يلا اخر باكجين. شافتح هذا الباكج 150 ويبقى 100. هذا حق نفتح ابو 100. يلا بسم الله يا رب لاعب حلو. يا رب يا رب لاعب حلو.
ابو الخياس سيد الراس. يلا اخر باكج بسم الله. يا رب لاعب حلو يا رب. بس شباب هنا وصلنا لنهاية الفيديو. لا تنسوا تقيم المقطع. كان معكم بندر وبندرتن. نشوفكم على خير في امان الله.